اوكي، السلام عليكم، ياكم اخوكم ايقاع. فيديو جديد اليوم شباب، جايب لكم فيديو عن افضل ريسورس باك يعطيك انيميشن واقع في ماينكرافت. وبس لا اطول عليكم في المقدمه، ويلا خلونا نبدا الفيديو. وطريقه التركيب راح تلاقوها اخر الفيديو. وبس ويلا. طبعا يا شباب كما تشوفون يا شباب، هذا هو الانيميشن، فاشي والله العظيم مره اسطوري كما تشوفون يا شباب. فحتى حركه الايد لما تجري وكذا والاشياء مره حلوه كما تشوفون يا شباب. فوالله العظيم اشي مرة حلو. حتى شوفوا شباب، ها شوف لما انك تشفت وتمشي، شوفوا كيف ربي اشي مرة حلو. طبعا راح تلاحظون كده شويتين كده جليتش في سكن، لانه بس السكن حقتي اللي هو فيه مشكلة، اما السكنات الاخرى فراح يكون مرة عادي. فاوكي، فخلونا شباب نجرب اشياء. مثلا وشو اللي هو مثلا هاي الاشياء، دقيقة بس اورجيكم يا شباب. اوكي، فطبعا يا شباب كما تشوفون اذا حملتم السيف الانيميشن تغير، فكما تشوفون يا شباب فاشي مرة حلو. فشوفوا شباب، واو والله العظيم مرة اشي حلو. فيب شوفوا شباب لما تجري كده والاشياء، والله العظيم كأنه اصلا واقعي. يعني كنت راح اقول كأنه واقعي، بس ترى هو واقعي كمان. فيب، فكما تشوفون يا شباب حتى البو عنده انيميشن. فيب كما تشوفون يا شباب، شوف كيف، واو وربي اشي مرة 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 حلو. اما عاد لا احكيكم عن الشيلد، طبعا شباب الشيلد كمان مرة اسطوري كما تشوفون يا شباب، كمان هو عنده انيميشن. فيب كما تشوفون يا شباب، وحتى السنارة اي شي شباب عندها انيميشن. فيب كما تشوفون يا شباب، فاشي مرة مرة حلو، واو. اوكي، وكمان الاندر بيل كما تشوفون في حمل الاشياء، فكمان هو يمدي انك تحمل فيها اشياء. فيب وتشوفون يا شباب، لا دقيقة لا اوكي ما عليكم. كما تشوفون يا شباب كمان الطيران يمديك انك تطير عادي. فكما تشوفون يا شباب اوكي، فيب كما تشوفون اشي مرة مرة حلو. فواو رب العظيم واو. اوكي، فالاشي شباب كمان حلو يمديك انك تسوي، انه يمديك انك تمتطي اللي هو هذا الحصان بانيميشن مرة حلو كمان. فيب كما تشوفون يا شباب، شوف كيف، فورب العظيم اشياء واقعية عن جد عن جد اشياء واقعية. فالمهم شباب وبس، وكده كنا وصلنا لهذا الفيديو. لا تنسوا تضغطوا على اللايك واشتركوا في القناة، ويلا نمر الى طريقة التركيب. وبعد يا شباب ما تحملون الملف اللي راح اترك لكم رابطه في الوصف. فكما تشوفون يا شباب راح تضغطون ضغطه مطوله عليه، بعدها رينيم، بعدها الشباب راح تحذفون هذه دوت ام سي باك، بعدها شباب اوكي، بعدها ضغطه بس كليك، بعدها اكستراكت تو ارشيف نيم، بعدها الشباب راح تصعدون فوق راح تلاقونه انه استخرج، بعدها ضغطه مطوله، بعدها كوبي، وراح تذهبون يا شباب الى ملف جيمز، بعدها كوموجاك، بعدها ريسورس باك، وراح تسوون لصق. طبعا يا شباب في مشكلة في هذا الريسورس باك، لازم انكم تعدلوها عشان يظهر سكنكم بالانيميشن، لانه هو راح يظهر بس ستيف بالانيميشن، ما يمدي انه سكنكم يظهر هو بالانيميشن. فراح تجيبون يا شباب سكنكم اوكي، بعدها ضغطة مطولة، بعدها كوبي، بعدها شباب راح تذهبون الى جيمز وكوم موجانج، بعدها ريسورس باك، بعدها تدخلون الى ملف الريسورس باك اوكي حق الانيميشن، بعدها تكستشر، بعدها يونيتي او انيتي، بعدها شباب راح تدوسون لصق. طبعا شباب ما راح يكون عندكم هذا الخيار، طبعا انا دافع من قبل عشان يكون سكني، فبس انتوا شباب تضغطوا مطوله اوكي، بعدها رينيم، بعدها راح تكتبون ستيف او اوكي وتدوسون اوكي. فيب يا شباب انا مسويها من قبل، فما راح ادوس، فراح ادوس كنسل. فيب وندخل الى ماينكرافت. بعدها يا شباب لما تدخلون الى ماينكرافت، طبعا راح تذهبون الى البروفايل، فكما تشوفون يا شباب هذا هو سكنكم. فليش يا شباب سوينا هذه الطريقه حق انه نغير السكن حقتنا؟ فطبعا راح تدوسون اديت كاركتر، بعدها كما تشوفون ما راح تسوون سكنكم، لا يا شباب راح تذهبون الى هذه القائمه عشان طبعا هني راح يكون ماك ستيفي، فراح يظهر مكانه السكن حقتكم، فيمديكم انكم كما تشوفون الانيميشن. فاذا الشباب سويتوا السكن حقتكم يعني اللي هو سويت له ابلود، فما راح يظهر كما تشوفون. فلذلك يا شباب سوينا هذه الطريقه عشان يظهر سكنكم.